السلام عليكم وحياكم الله في مزاج بودكاست. توني رادة من السالمية، تحديدا برايح سالم بالليل، وبهالتوقيت هذا من السنة والبراد كانت درجة الحرارة 18، الأجواء تينن. أحب أروح بالنهار وأحب أروح بالليل، بس بالليل الإضاءة والكشافات والسوالف والناس والحركة وايد ألطف من النهار. شو مسوي هناك؟ أكشاك متعددة متروسة، أشكال ورناق، انتبون اكسسوارات تلقون، ملابس تلقون، بضايع على كيف كيف، كل مطاعم والناس والوناسة والتمشي تغيير الجو كله موجود. اللي صراحة يعني شدني إن البضاعة تبدي من نص دينار. شخبار النص دينار، والحين ماكو شيء نشتري بنص دينار، وكلها من صدقك انتي هذه بنص دينار؟ تقول ايه بنص دينار، والله خذيت لي قطعتين بس استحيت اعطيها صراحة دينار، اعطيتها دينارين مو متعودة. فاللي يحب هالاماكن ويحبها طريقة التسوق هذه، انا استانس حق هالاسواق هذه لما يسوونها عشان تشمل الكل، يعني الكل يقدر يروح والكل يقدر يشتري، واللي ما عنده فلوس هم يشتري. روحوا واستانسوا، في امان الله ومع السلامة.